بونجور بونجور، صباح النور صباح الفل الناس كل، ان شاء الله نهاركم سعيد. عليا فيه احلى راديو ولاد المدام، معاكم حتى النص النهار، معاكم يوسف البحري تعويذ الوجوج. ان شاء الله ترجع لنا على قريب، برشا اخبار برشا جو كالعاده، برشا ذمار مع اخونا القنواتي واخونا راجح، فما الكويز كالعاده، فما ماتش تونس زيدا بعديكا مع كور مع جلانزا من توا حتى النص النهار. تسمعوا فيهم كالعادة ناشتين خويتي، بونجور بونجور خونا راجح، صباح النور صباح الأنوار، صباح الفل، لبس عليك صحة بخير، الحمد لله في تحسن الصوت، تحسن الحمد لله. الأحبال الصوتية قاعدة تشد في بعضها، غرغرت كما قلت لك البارح بالفيكس، وي وي وي. نجحت العملية الحمد لله، جريست شوية وبرا من داخلها، أما هك أبغى حال سينو سلم عليهم الناس كل بالله. اللي قلت لك انا كونسلتاسيون جاي ولا محق القرايه كله، نعدي ريزيدانا في اوكرانيا بقدره ربي ونجي. خويا لواي بونجور، هلو خويا، ايش بيك؟ شنو هي تحكي تقول لك تعديت ضمار قنواتي وضمار راجع ابيلو نابسونس فريجيديريت قاعدينك في الاستوديو هكا يعني. يا اخي جود مورنينغ اخواتي، صباح النور الناس اللي يسمعوا فينا، كل شهر تكون اموركم هلا شايفين عندك فيها ضمار. لا 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 لا. فما ضمار في السيق العام، في السيق العام واحد يعمل في الافيهات واللي فورك هيك. نطلب منك الاعتذار. ما تطلبش مني الاعتذار، تتحاسب بعد مع النقابه، تحاسب بعد كهو عندي انا راني كاتب عام وبالكاشي متاعي زاد صحيح، اي لا موجود، لا لا كتب عام ثنائي هذاك، لا 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 في بالي ما عادش، لا بالنيابه رجع، رجعت وانت مفاوضات وصارت كذا فهمني، عملنا رينيونات. خونا دالي صباح النور، حتى انا مع خويا لؤي، خويا كلامي ودنيتي ودكسيوناريتي ولغاتي وتقولوا فما احبس غادي، احبس غادي تجي تقدم دخله عندك حتى داخل بالظما يا خويا، ميسالش انا العباد ماني الكلام يخرج درا كيفاش فهمت، هذاك هو ضمار ديجا ميسالش نورمال، ما راك تصلح غلطك وتقول راهو الناس كلها انا ضامرين في الميسيون، الناس كل ضامرين ما عدا انت. ما تضحك، انا شنو نمشي نستنى في خويا علي ولدختي علي ونقابتي واحد ودنيتو دافع 30,000 اخويا، نقول لك حاجه، دفع 30، دفع 30 هذه تدفعش مين يستلك ايش اليوم هذا يا سيدي، ان شاء الله تعدي معنا وقايت مزيان من توا حتى نص النهار، استناونا فما ماتش تونس بالحق، شنو برشا جو دونك سيرتو في الساعه الاخرانيه وان شاء الله مربوحه. خونا القنواتي جارنا العزيز بونجور، اهلا وسهلا، شنو احوال؟ مرحبا مرحبا بالاولاد. بون حتى نوليو لو اي يحكي على الحروبات والسياسه واحنا نضحكوا، وهي هذاك علاه انا سالته قلت له ريبريك تاعك عندنا واحد مندس من الارجنتين جاي محليه مريم الارجنتين عايش والله، اما تونس كور اليوم كنت نتمنى راني ارجنتين بالله، اي باش نجنس تونس يولي اخواني شو شو محليه غير القمره في الخريطه راهي بعد شوي بعيده الخريطه، ليه مو تبدا ارجنتين قمرت يمين اكثر من حتى اشتر الباس لهنا ما تعرفش تكور بالباي تجنس ولك تولي شوف تاكل خبيزه معناها مع الخير ارجي ما حبيتش تطلع والله، ولا باش تقعد معايا لين نموت لين نموت يا اخي، القدر قص عربي وجي ناقي كنا وتيكور في روما ممكن اللي بحذا حاب يطلع في لون ومن الطف الله القدر عرف شو يعمل الحمد لله. تخيلوا تسمعوا الكابتن نتاعكم داني تبان هابطوا من الطياره باراشوت مش غادي مشيت افياسيون ميليتير راهو وقبلوني وما كملتش، اي بالرسمي راهو من بعد استر ربي نشكر المؤسسه العسكريه اللي ما تبعتوش ورجعتو الحمد لله، المؤسسه العسكريه ما غرمتوش الحمد لله الحمد لله يحطول. يلا برنامجنا باش يبدا سونداج سونداج غدوه 15 جوان اليوم العالمي للتوعيه ضد اساءه معامله كبار السن، حبينا نسالكم هل المعامله متاع كبار السن في تونس حسنة وفما احترام للمسنين في تونس؟ ليه مش برشا ولا اي؟ اكيد على مختلف لي ريزو سوسيو متاعنا فيسبوك وانستغرام راديو اي اف ام تلقاو السونداج هذا، جاوبونا عليه ونعطيكم الريزلتا في اخر البرنامج. نبدا بك انت لؤي، كل مره نسمعوا بكارثه الحقيقه، سورتو ديرنيير ما كيما قال البارح، البارح بركه حقائق الاربعه، البارح بركه في حقائق الاربعه، كل مره حقائق الاربعه كل سيزون عنده سوجي على دار المسنين في تونس وين يسيئوا المعامله هو صحري راهي
المنظومه الاجتماعيه بصفه عامه كسواء مسنين ولا حمايه الطفوله المراكز هذه بصفه عامه الدوله كومبليتمون فندام في الظلام يعني ماهيش ليه بهم كم الفوق مع انه فما مجهودات وكل شيء اما امور فلوس امور موارد بشريه ماهمش لاين بهم هذه نحكي لك على الناس مثلا المسنين اللي في المراكز هذوما نجيو للمسنين بصفه عامه شوف والله هو القدر في تونس تضرب له محال دوك ما عادش فما احترام للمسنين وكل شيء كل ظهري صغار نسمعوا كبار الحومه ونخافوا من الحاجات هذيك كلها وكل شيء سينو للاسف كل ما نقدموا في الوقت بارامون تزيد الانديفيدواليزم خلينا نقول الانفراد وكل واحد يضرب على روحه وكل شيء خليك انك ما يهمكش في الناس الاخرين وخاصه ما يهمكش في كبار السن وكل مره نسمع بكارثه كيف ما قلت انت وكيف ما قال راجع اللي بالرسمي تشوكيك وقت اللي نورمالمون الناس هذوما نحميوهم بعد ما عاشوا عمر كبير اللي يقدموا للبلاد هذيا والا يخدموا اللي هو نورمالمون نكونوا معاهم بالعكس الدوله تتخلى عليهم العائلات يتخلى عليهم المجتمع يتخلى عليهم في اغلب الاوقات واكثر من هذا يصيروا كوارث في حقهم. الخلل وين خويا راجع؟ الخلل كما الناس الكل تعرف ظهر يوسف انا خلينا فما معناتها دو بلوك مانيش نحكيو كان عشيره اللي نقولوا احنا الخايبه اكهو نحكي على نفسي وعلى انتوراجي وعلى شفته كما العاده معناتها والحمد لله والحمد لله خويا على حسب ما قاعد نشوف اللي مازالت العباد تراعي في كبار السن مازالت العباد تراعي معناتها في مماواتها والاجداد نتاعها معناتها وقاعدين حتى معاهم ديما فما شكون معناتها يلزم نقولوا احنا موجود في الدار الكبيره هذيك بالشهوك على عينيه ديما الاقامه تصير والدواء ياخذوا في وقته والماكله تخلط في وقتها وحتى معناتها الاخر لحظات الحياه وهو تري بيان اونتوري ولكن سنونبيش اللي كي يبدا معناتها المجتمع في تفكك وفي تسيب بداها من قبل انت كل شيء الدوله شوفرت لهم كيفاش قاعده تتعامل معاهم الدوله نوزايو معناتها ليزونسيتر نتاعنا تفهم معناتها الانتيري اللي نكنوا لهم واللي معناتها نقولوا احنا هاوكا كي تشوف المعامله الجنرال كيفاش تكون تفهم شنية الحاجة اللي قاعدة تعمل فيها الدولة باش أنا يظهر لي في تخريب للمنظومة هذه قاعدين نساهموا بصفة كبيرة كبيرة ياسر. وي قنوات رأيك في الموضوع؟ رأيي كي تتضرب الأسس متاع المجتمع العرس خاصة الأسرة إذا تتضرب الأسرة وتتفكك وكذا فنتيجة طبيعية أنه راه باش تلقى المسنين متاعنا معناتها أولا معناتها كأنه فما تخلص منه تعيشوهم كهو فهمت وثانيا مش مسؤولية الدولة زادة كهو خاطر راه المسنين راه يلزم راه الشعب المجتمع الواحد كيفاش يخزر لهم كيفاش يقدم لهم كيفاش يحيط بهم معناتها فهمت انا والله خدمت مسرحيه على الحكايه ذي مع ديزاماتور هكا الوالده وعملت شويه ريشيرش وكذا كيفاش يعيشوا كيفاش كذا فهمت عملنا ولت كان تذكروا راهو حدثت جرومباليا دار المسنين جرومباليا معناها هزت معناها شو حاجه مش يبحث فيها صديقنا اسامه الشوالي وصارت مشكله كبيره على الحكايه هذه دونك منظومه كامله مهترئه منظومه أخلاقية منظومة المجتمع هذا بلي توضيح حتى نكمل على كلام القنواتي كي نقولوا الدولة لهنا راهو نحكيوا على القلة القليلة اللي تلتجئ الدولة كآخر السبل باش تتراعيها ونقولوا احنا تتلهى بها في الاخر مش نحكيوا على الكاست الاخر هذاك معناتها منظومة اخرى جملة خلينا نحكيوا مش حتى مش حتى الموجودين في دار المسنين نحكي حتى المسنين اللي موجودين معناتها في ديارهم في كذا في حومهم في الشارع في الكار يا اخي يطلع في الكار ما يحترموا حد ما خلي حد بلاصتو دالي عقلية اخويا يوسف احنا قبل كنا ناكلوا ترايح كيفاش ما تخليش بلاصتك في الكار كيفاش ما تعاونش عبد كبير يهز في قفة كيفاش انك انت ما تتشققش كياس عبد كبير كيفاش ما تهبطش عينيك قدام راجل كبير ولا مرأة كبيرة في رومانيا نعطيك اكزامبل يوسف كي يقراو العباد اللي تقرا كلهم عندهم ديزايدي في الكرتابة ولا في التبليم تاعهم اي انسان ما يخليش بلاصتو لعبد مسن ولا ما يعملش عبد مسن يمشي له ديريكتومون للمكتب وينقرا خاطر بالاي دي طلعوه وينقرا ويتخطى غاديك فما طرد فما حاجات دونك هذاك علاش راهو تبدا من الصغرى والعقليه ذي كنا بها
على خاطر مش خايفين، خاطر كانت الاسره سوليد مع بعضها، ما تكون نعيشوا مع الجد والجده، ومع تفكك العائلي زاد كيف كيف يولي معناتها الناس كل تبعد وتعيش كل واحده كل واحد وحده كل شيء، ويبعدوا على جدود ويبعدوا على الكبار اوتوماتيكمون العقليه حتى لصغارنا وصغار صغارنا ما عادش تقعد كما هي. دونك مالوغوزمون يلزمنا نقفوا معناتها للحاجات هذوما، وراه فما ربي معناتها الدنيا ما فيها شيء، راه فانيه غدوه تولي انت في بلاصه العبد هذاك، مش معناتها اذا انت جاي تعرف جايك تور يعطيك الصحه جايك تور. ربي فضلهم هما، ربي فضلهم جدودنا وجداتنا الكل، ربي فضلهم. غدوه 15 جوان كما قلت لكم اليوم العالمي للتوعيه ضد اساءه معامله كبار السن. حابين نسالوكم في السونداج نتاعنا اليوم، هل فما معامله حسنه واحترام للمسنين في تونس؟ ليه مش برشا ولا اي؟ اكيد على فيسبوك وانستغرام راديو اي اف ام. يلا فما الميتيو الاخبار بعد اشكي المدام، وراجعين معاكم ولاد المدام حتى لنص النهار. وقول لها اللي في قلبك. بارك الله فيكم يا راديو الفيم يا مدام وجيها، سولتك بالله اللي تتكلم علينا انت ووليداتك. تصورني انا الجده هذيك اللي تجيك بالسفسيري اللي تعرفها اللي تكل شارع الحبيب ورقيبه في 80 سنه راني يعني ناقص عامين يمكن ولا عام، لا يبعثونا جواب تاع قسام تليفون، لا يبعثوا تنبيه، لا يبعثوا حتى شيء. تصور نجي نهز التليفون حتى باش نعيط للجار ياخذ لي باقيت ولا اللي هو، نلقى التليفون مقصوص. كان قبل يعني 10 سنين قبل ال 10 سنين كانوا يجيونا الجوابات، كان جاو فما جوابات ماني نعطي لجاري انا الفلوس ونعطيه جواب نقول له بابا خلص لي التليفون، اذا لا يجيك جواب لا يجيك تبديل لا يجيك حتى شيء، فاش نجي نهز التليفون هكا الدنيا الليل في الليل في الليل انا لا نجم نخرج حتى باش ندق على جار نخاف ونلقى التليفون مقصوص. هل هذا يعقل؟ عيش بنتي تكلم علينا انت ولا ولاد، هل هذا يعقل؟ الو السلام عليكم، يعطيكم الصحة على البرنامج، ربي يعينكم. مش نحكي تو العادة على مديات ولا على حد شيء، فما حاجة أخرى يعني مهمة على الأخر هي الأخلاق وطريقة التعامل متاعنا. التعامل متاعنا ولا ياسر خايب وياسر فيلغير اللغة متاعنا، وكلامنا ياسر ولا ثقيل، وما عادش فما الكلمة الطيبة والكلمة الرقيقة اللي هكية تهز على العبد هكية وتتعاون وتتحسوا بالحق اللي فما شكون واقف معاه ولا حاجة. معناها المجتمع كله بالرسم يبدا يهبط، ما عادش فما رقي معناها في كلامنا في تعاملاتنا، وديننا هو أخلاق وتعاملات قبل ما يكون معناها عبادات وماديات وكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. اشكي للمدام وقول لها اللي في قلبك. علي فيم أحلى راديو مكملين معاكم ولاد المدام حتى النص النهار. سونداج متاعنا كما قلنا لكم اليوم غدوة اليوم العالمي للتوعية ضد إساءة معاملة كبار السن، هل في تونس فما احترام لكبار السن؟ عام أكيد ولا ليه؟ تلقاو السونداج تاعنا على الباش فيسبوك راديو إي إف إم وعلى الانستغرام راديو إي إف إم. رو بونجور خويتي، رو مرحبا. نمشيو توت سويت مع أخونا دالي في حرك بدن. يلا حرك بدنك. ها يا سيدك بسيدي، قالك تمارين الكارديو لإعادة حيوية الجسم. والكارديو مكتوبة بالعربي. شو اسمه؟ الكارديو. 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 كارديو. أي يا أخويا. كيفش كتبتها بالعربي الكارديو؟ مش هو ما يكتبش هو. كوبي كولي. يعطيك الساعة. كوبي كولي. كارديو معناتها زينة وعزيز. الكارديو. إيه يا. بش وصلت رأي قاعدة شوية المخي. أما برافو برافو. أي حاجة ما عرفش زينة وعزيز. نعرفوا أخو يوسف اللي ساعة ليزيكزارسيس كارديو إن جينيرال هي تخلي البدن اكسيتي معناتها من بعد ما نعملها وي. وتخلي ديما البدن فايق. دونك اوتوماتيكمون اليوم حضرنا لكم خمسه تمارين سهله ما فيها حتى شيء، ويكونوا التمارين انا نشيخ على تمارين كومبيني معناتها تستعمل فيها ساقيك ويديك ولا تستعمل فيها بدنك الكل اون جينيرال. سي دي زيكزارسيس فونكسيونيل اللي هما بالتجارب وكل شيء قالوا اللي راهو من احسن التمارين اللي تنجم تلقى فيهم ريزولتا. نبداو بالتمرين الاولاني ما فيه حتى شيء، جوست تالون فيس. دونك البوت ما بين اش نعمل تالون فيس، يزمني جوست نعمل ان ريتم موديري بوندون الوقت اللي باش نخدم فيه التالون فيس نتاعي. اهم حاجه في الاكزارسيس هذا لازمني نكبس كرشي بالكدا، نحاول اني نخدم ايديا مع ساقي. دونك اوتوماتيكمون يدي اليمين وساقي اليسار.
الكار. دونك العكس بالعكس، كي نبدا نخدم يدي مع ساقي باش نبدا نحسن في الكورديناسيون ونحسن في اللياقه البدنيه نتاعي. نتعادل التمرين الثاني كيف كيف كومبينيزون ما بين بارتي ولا المومبر سوبيريور والمومبر انفيريور. دونك شنو نعملوا؟ سكوات لي تاب لولانيه، سكوات مش كومبلي، معناتها مش كومبلي. دونك نحاول نهبط اللوطه شويه، نثني معناتها جوفليشي لي جنوب نتاعي، نحاول من البوزيشن هذيك نهز ايديا نهز ايديا زوز محلولين معناتها على اليمين وعلى اليسار، وبعديك نعاود نرجعهم البوزيشن دو ديبار ونعاود نقوم. دونك التمرين هذا فيه اربعه معناتها حركات. الحركه الاولى اني نهبط، الحركه الثانيه اني نحل ايديا ونسكرها، والحركه الثالثه اني نقوم نرجع البوزيشن دو ديبار نتاعي. دونك نتعداو للتمرين اللي من بعده. التمرين اللي من بعده هو كيف كيف اكزرسيس كومبيني ما بين سكوات، مره هذه سكوات كومبلي نهبط بالكدا ونحاول اني مره نهز ساقي اليمين مره نهز ساقي اليسار. وبيان ايفيدامون كي نهز ساقي اليمين ديما نخدم يدي مع ساقي كيف كيف، ما نخليش ما نخليش نفس نخدم كان المومبر انفيريور اكهو. دونك نتعدى للتمرين اللي من بعده هو فيها تفحيجه لاتيرالمون معناتها على جنب مره على اليمين، وكي ندور معناتها نمشي على الشيره اليمين ندور ايديا زوز مع بعضهم القدام، وكي نمشي للشيره اليسار ندور ايديا زوز التالي. دونك اوتوماتيكمون يعطيك الصحه، ما نخدم زاده نخدم نخدم ايديا مع ساقي. تعرف اللي كي نخدم ايديا مع ساقي نحرق اكثر 20% دو بلوس مع بارابور للحركه العاديه، ومام طون زاده كي نخدم يدي قاعد نخدم في الاكتاف ونخدم في البدن الكل اون جينيرال. نتعداو للتمرين اللي من بعده هو كيف كيف تمرين كومبيني ما بين البلانك، معناتها اني نبدا في بوزيشن تاع البومب، ظهري يكون مستوي، بدني الكل يكون مستوي، نحاول اني نجيب زوج ساقيه مع بعضهم الى مستوى البسانتي. دونك من البوزيشن تاع البومب نحاول نجيب زوج ساقيه مع بعضهم الى مستوى البسان، نعمل 90 دوغري ما بين الكويس والجنب نتاعي اون ديغي كرسي. معناتها يا جماعه العباد اللي تتفرج على اي اف ام تي في هذا الاكزرسيس، دونك نحاول اني انا من البوزيشن هذيك نحاول اني نرجع البوزيشن تاع البومب ونعاود نرجع ساقيه زوج مع بعضهم. الفيتيس كيما قلنا اخويا يوسف راهي مربوطه بال بال بال, بال معناتها بالطاقه نتاعك البدنيه، الفيزيك نتاعك اسكو حاضر ولا. دونك اوتوماتيكمون البوت انك لازمك تعمل ان ريتم موديري، معناتها متوسط لك له اكسيليري له بطيء. معناتها الوقت الوقت راه كل تمرين نجم نقعد فيه 30 سكوند. دونك ريكوبيراسيون ميساج حتى نوصل 30 سكوند زاد كيف كيف. البوت راه مش نتعب، البوت اني انا جوست نعمل كيما كل الغيفي مسكولير، ولا اني انا مش نعاود نرجع المسكول نتاعي ولا بدني اكسيتي من الاول جديد كيما قلنا ويرجع ما عادش بخيل. خاطر تعرف اللي باغ اكزومبل علاش التمارين هذوما علاش يصلحوا اون فيت نعرفوا كي نترينيو عندنا برشا ما ترينيناش البدن يبدا ليسونس الاولاني يبدا كورباتوري وفيش. دونك اوتوماتيكمون كي نخدم التمارين هذوما نمس البدن الكل اون جينيرال مهما شنيا كانت لوبجيكتيف نتاعي، معناتها نجم نمس الحديد كيما نجم نخدم كان السيركوي كارديو. دونك اوتوماتيكمون كي نخدم التمارين هذوما نعاود نرجع البدن اليتا انيسيال ونعاود زاد كيف كيف يعاود يرجع في فورم. باهين لي زيكزرسيس انا مجربهم معاك ساعات. شكرا. واحد يجي فيش شويه هكا يقول لي حرك يديك وكل شيء، حتى الواي مجربهم اي بيان سور ديما نجرب فيهم مع دالي مع اي مع دالي جيست في المونتاج هذيك الاخراني في بالي نسيت ما حطيت شتيت لي برو كل ساعات ينسيو نسيت ما كسم. برافو مسيو دالي، شكرا ولا شكرا على اقل الوجه والله تعال نستنى له فيها شيء. ما ليه انت ما حلبتش انا راجع لهنيش الدين البياج قسما بالله على مستنس راجع يقيد ما فهمتش من الوزن الثقيل والله مش نبارك شيء كانت خلي انا باش نباركم من ال 30 جوان شنو نباركم بالله والله شكرا شوفوني في الاخبار أبش نجربوكم بعد في الأخبار في الببليسيتي. شكرا لك شكرا دالي، حرك بدك تلقاو على الباش فيسبوك متاعنا راديو إي إف إم ببليسيتي وراجعي جندوبي على إي إف إم أحلى راديو العشرة وستة عشر دقيقة على إي إف إم أحلى راديو معكم ولاد المدام حتى النص النهار. نمشيو لأختنا ساسوها توت سويت في بوان مارشي. ساسوها بونجور بونجور شحوالك يا ساسوها؟ سافا انت شنحوالك؟ الحمد لله. انت من مرشي المرسى واللي نعرفه على مرشي المرسى اللي مفهميش ريزو، دونك ان شاء الله خذيت الاسوا من قبل. ايه هذاك عليك جبت لكم الحل كان هي تاع البث على التليفون هذايا دورتها خالي هي توصل البث على التليفون هذايا اكسلون باهي برشا برافو برافو ممتاز جدا ممتاز جدا
اولاد ديجيتال هذه كلمتك نورمالمون اخويا تحريبه اولاد ديجيتال وانا نقولش بيه كجه لهنا وهي على خاطر تليفون سهسوها بيان سور وي سبونسوريزي تحيه لخونا كجه برافو ملاوينك اي شريك بربي في شعري ما لاحظت شيء اي هذه لاحظت اللي انت دوشت وما مشيتش للحجام هذه قلت لك عليها ابو غنجه لا لا وعندنا شهد شخصي وحدي وحدي بيان سور عندنا نسيره في ديارنا يا ساسوا معناتها نعرفوا كي المراه تدوش صباح الخير عايشك فما واحد يحكي ما فهمتش ندخله لا يا انا ولا تعرف انا اللي تعرف مبهتني شنو اخويا راجع اللي طول فهم روح التو فهم انا خلي الساده المستمعين هم اللي قاعدين يجاوبوا في بلاصه التو فهم اللي لازم ما يدورش به موذي يا معاه الحقيقه انا وياك ما بيناتنا 20 30 سنه دونك انا وياك ما نتفاهموش غريب انت بالنسبه لي غريب يلا ساسوة تعطيني الاسوام جينيراسيون نتاعي ونتاعك مش كيف كيف ولا غال من الخمسينات ما ندخلوش في حكايه الاعمار اه انا وليت كي وصيتني قلت لي غدا اليوم العالمي راه والاحسن المسنين دونك احسن بيا خير لا ورسول صلى الله عليه وسلم وصانا على سبع جهات قنوات وخوك تلوحوا قنوات الثامن انا الثامن اي توا نورمالمون دخلنا دخلنا في ستاج معاش نسمعوا هكا ولي معاش نشوفوا دخلنا في ستاج ولي نسمعوا فيك برش نسمعوا فيك برش هذا المطلوب ديجا هذا المطلوب نبدأ وش عنا وش معناش عنا سلاتة تعمل 2500 لهنا نذكر احنا في مرش المرشة المرشة الفلفل الأحمر الفلفل 3000 البروفيو 1950 الكرومب الاحمر ب 7000 الكرومب الاخضر 5000 الفلفل المكي ب 3000 البصل الاحمر 9000 البطاطا بالتيل هنا 1430 البصل الربعي ب 8000 دينار الفانيليا 12000 البتراف 13000 الجدره 1950 السبناخ وراق 1980 الكلاف 1950 السلقة 1900 المعدنوس ب 6000 نستناو هكا شوية لو طون اللي أنا مشيت مغطفة الأخرى باش نعطيكم الأسوان نتاع الغلة نقاو الأحباق 1500 الدلاع 2000 باش عندنا آخر لاتوس نقاوه ب 10 دينارات بالنسبة للعبيد اللي ما تحبذش إنها تشري التوت وتاخذه من الشجرة كيفينا دونك ما عليك كانت تشمر على ذريعاتك وتمشي للأقرب شجرة عند زيرينك وتشتيغ بسوط أنا ناس خمسة حضرولة كبير انقطع على البث نحكي لا موجود لا موجود 650 نلقاو الجناوية لهنا عاملينها مع الغلة نلقاو 33 و 750 كلمة صدقني ربي والله نلقاو الفريز 3750 البطيخة 18000 والعنب يعمل كل 9000 فكيكة دونك هذية الاثنين بالنسبة المرشي المرتن يخفى ناس الاثنين متاع الحم ولا الحم وال الحم 34 اي نلقاو على 34 دينار يعني مازال تفتو لاحظنا اللي مازالوا ما صافتوش بالكدي الكبده 32 دينار الهبره 32 دينار والفتيت وكل على 22 دينار بالنسبه للحم العلوش الكيلو على 32 دينار هكا الجو في عنا في مرشي المرسى ايه شكرا ليك غالية شوية الأسوان في المرسى غالية الحقيقة الأسوان في المرسى ساسوها بارابور المرشيات الآخرين أنت كل يوم تمشي للمرشيات غالية علاش الغلية هذا الكل وقتل نجيب قمت كنت
ورده زجاجه منيعه. نقول لها غالي تقول لي شري ورد. اي تشري ورده وتروح. تشري ورده. حتى انت تسال فيها غالي الاسوان في المرسى شو باش تعمل؟ ايش عندها باش تعمل؟ معليش ما عادش نسمعوا فيك بالكدا ساسو، ما عادش نسمعوا فيك بالكدا. اون توكا شكرا ليك، ميرسي بوكو. بوان مارشي تلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. غدوا نتقابلوا في مارشي جديد ان شاء الله، يلتحق بنا ولد اختي علولو. بونجور. صباح النور صحري، صباح النور للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على راديو اي اف ام. شو احوالك علولو؟ والله الحمد لله. الحمد لله صبع. عندك صوت نتاع اخبار مزيان برشا برشا. مش برشا الحقيقه، مش خير من داليس، مش خير من بوغانش زيد. قنواتي مفاجئه، قنواتي مفاجئه، فاجئنا قنواتي بصوت الاخبار كيف كيف علولو. نستناو في الجهب حتى والله حتى بوغانجا فاجئتنا. ممسي عندها أختها، أختها تقرأ تحية نهلة بوغنجة، نهلة بوغنجة زميلتنا في جوهرة إفيم. أما الحقيقة حتى علولو فاجأنا الحق متاعنا جو علولو الأخبار. برافو. حسسني ما قريش في معهد الصحافة. ليه هتون نشوفه مع الإدارة تولي تقرأ انت؟ لا يفضلك خليه عنده، خليه في ميديا ماج نتاعو. اش تدخل لك سلمى هليل شوف العرض. يلا مع علولو تدزيت ميديا ماج. ميديا ماج. البارح المحامي سمير ديلو اعلن انه قضي التحقيق العسكري في المحكمة الابتدائية العسكرية اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية. وقال سمير ديلو انه الصحفي صالح عطية رفض الجواب خلال الاستنطاق بعد سماع التهم الموجهة لي، وانه يرفض المثول امام القضاء العسكري غير المختص في قضايا الرأي، وانه مستعد للجواب امام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم 115 لعام 2011 ولا متعلق بحرية الصحافة. نقابة الصحفيين البارح كانت هبطت زيادة بيان، قالت في البيان متاحة انه قاعدة تابعة في مسار الابحاث في حق الصحفي صالح عطية على خلفية التصريحات اللي ادلى بها مؤخرا. وذكر زيادة النقابة بموقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق مدنيين سواء كانوا صحفيين او غيرهم من المواطنين، وتجدد زيادة تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات امام القضاء المدني وفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر. وتجدد زادة دعوتها إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي، واللي يعني هذا من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية. وتدعو الصحفيين إلى تحري الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة أن حرية الصحافة والتعبير ما تعنيش حسب بيان النقابة نشر أخبار زيفة، وإنما تعني المسؤولية في نشر الأخبار. وترفض زيادة النقابة ما تسميه سياسة المكيالين اللي قاعدة تتبع فيها الدولة التونسية حسب البيان متاحة ومؤسستها القضائية مدنية أو عسكرية، وتقول هذا من خلال السرعة في رفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاته. لو اي نبداو بالملول لجا على الصحفي. اي تفضل تفضل. اي نبداو رايك من الاول يا ولدي يا غالي. والله ما صعبها انك تكون نقابه بتاع صحفيين، على خاطر انا قريت البارح البيان وقريت لي كومونتير وشفت لي رياكسيون بتاع العبيد اللي لازم كي تاخذ بوزيسيون هكا يا هكا. الحقيقه ان البيان بتاع النقابه البارح كان اكيليبري محاذي. المرسوم 115 يقول على حاجه ودايره ذيك راهي مثلا حتى الصحفي صالح عطية قال انا كان ناقف قدام القضاء العدلي اللي هو القضاء المدني ما عنديش مشكله اني باش نحكي معاه ونقول له على المصادر ولا حاجه هكا ولا هكا صنع البحث، اما انك تعديني على المحكمه العسكريه اللي هي في خرق واضح خلينا نقول للمحاكمات اللي تشمل المواطنين والمدنيين، ونعرفوا انه المحاكم العسكريه تشمل العسكريين، فهذايا يقول لك انا ما كيك ما نتكلمش كل شيء، وخاصه وانه بطاقه الايداع بالسجن اللي هبطت ديريكتومون خلينا نقولوا ما غير لا حكم لا حد شيء، اللي هي كاينه حكم مسبق للاسف. الحاجه الثانيه اللي نحب اقولها انا اللي هي مسؤولية الصحفيين في الوقت هذا باش انهم بالرسمي يتحققوا من الاخبار. يعني شوف قداش عندنا تو من الويكاند حتى تكشي تو نحكيوا على الخبر هذا وراهم مازال يدور،
مازالت حتى لو كان يعني مثلا اتحاد خرج وانفيه، ولكن الخبر مازال يدور على خلينا نقوله شنو قالوا الصحفي صالح عطية. الحقيقة انا قلتها البارح انه ضد المحاكمة العسكرية، ولكن انه الناس تتحاكم والا الناس تتحاسب والا اللي هو طبقا للمرسوم 115 اللي نفكر بالفصل 11 نتاعو اللي يقول لك انه المصادر محمية متاع الصحفيين والمتدخلين في المادة الإعلامية صوف إذا كانت مس بالأمن القومي وإلا الدفاع الوطني، وقتها تتحاكم حسب بيانسير القضاء اللي هو قضاء مدني. والحقيقة لهنا حتى لو كان خلينا نقول صالح عطية مثلا مذنب، مانيش باش نصدر حكم مسبق نحن، ولكن حتى لو كان مذنب فإنه بالمحاكمة العسكرية ذي فكأنه كونتر يعني كونتر الدولة في حد ذاتها، بمعنى وأنه ما تنجمش أنت مواطن ولا مدني تعدي على محاكمة عسكرية على خاطر خطأ صحفي ولا اللي هو علوله الأخبار الغالطة والأخبار الإشاعات اللي قاعدة تدور. يا أخي مش نقابة صحفيين عملت وقتها بلاتفورم تونيزيان فاكتس نورمال مو هي اللي موجودة مازالت موجودة لليوم. فما مشكلة زادة في الفاكت شيكينج يوسف، وأنه المصادر مرة أخرى أنت تا مثلا كي باش تحقق من أخبار كيف أنك كي بشكون لازمك تتصل، لازمك تتكلم بوزارة الدفاع وإلا بالاتحاد، الاتحاد انفي وزارة الدفاع ما قالت حتى شيء. وأغلب الأحيان وأنه صحفيين خاصة في الوقت ذي شوف قديش صعيبة راك باش تخلط المصدر خاصة يا أما في رئيس الجمهورية وإلا في وزارة الدفاع باش تاخذ معلومة صحيحة. ولكن راهو فما دي بلاتفورم تاع فاكت شيكينج واللي هي مهم برشا أنه نتحقق من الأخبار اللي ساعات يخرج اخبار غلط يدخل البلاد كامل في بلبله والديبا بوبليك يولي على الحاجه ديك. علول نمشيو للخبر الثاني، نخرجوا من تونس نحكيوا على الجزائر، نحكيوا على مجمع النهار اللي فيه قناة النهار الجزائرية في زاد الصحيفة ومؤسسة إعلامية. البارح 10 سنوات سجن في حق مالك قناة النهار الجزائرية، والتهم الموجهة له هي في قضية ذات صلة بالفساد وكيف كيف زاد سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة ومخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف واستغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة. وكيف كيف فما معناها أنيس الرحماني اللي هو معناها واحد من كما نقولوا احنا المديرين في القناة، مدين زاد في قضية تسريب مكالمة هاتفية لعقيد في جهاز المخابرات بعقوبة 5 سنوات سجن. راجع 10 سنين سجن. اما المدهش في الامر ولا خلينا نقولوا البيزاج هو تبدل صحيح في الجزائر، او فما ترانزيسيون كبيره ياسر قاعده تصير. وانه يظهر لي الرئيس عبد المجيد تبونه ولا باريشان عملها في قناه النهار على ما اظن، عمل انترفيو يظهر لي بساعه ساعه غير ربع حاجه كيف هكا. ولكن ان ديتونتور دو شين احنا نشوفوه اليوم والاكوزاسيون اللي جاتو على ابي دو بوفوار وعلى استغلال معناتها موارد مالية وتسريبات وكذا، ويتحكم كمان بعشرة سنين حاجة اللي كنا ما نصوروش اللي كانت تصير، خاطر نعرفوا العبد ذوما من العبد النافذة من العبد الفعلة في الرأي العام دونك ألابري كيلكو بار كانوا عندهم حصانة نوعا ما، لكن قاعدة تتغرب الأمور تتغرب. فما زادة تهم زادة متعلقة بهم بتبييض الأموال والفساد المالي. شكرا لك علول. شكرا. ميرسي بوكو علولو. بعد شوية عنا الكويز 10:31 وقعد بحذنا دونك ما تمشيش الكويز، حبك تربح اليوم في الكويز. نسمعوا سول كينج توت سويت وراجعين معاكم ولاد المدام حتى نص النهار. المدام 10:37 عالية في محل راديو ولاد المدام، كاملين معاكم حتى النص النهار. معايا اخواتي كالعادة شدهم فورير مانيش عارف عليش ري بونجور دالي با فاهم اللي دالي كون جملة باش يفسر حبي يفسر حاجة لخونا كجة كجة استنى استنى دقيقة ما لقى حتى معنى اللي خلو خلو هيا كهو يزي اللي فهمت ويزي. يلا نمشيو تتسيد كويز المدام. يلا احب علولو هنا يربح من عرش عليش اليوم هذاك عليه السؤال الاول سهل. علولو ليك انت السؤال الاول يقول يعرف قداش صابرين والمستمعين زاد شنو الحاجه اللي تصير في تونس يوميا بمعدل 44 مره؟ خبر دار برش انا نعرف
44 مرة بمعدل 44 أو موين كل يوم 44 بمعدل معناتها النجم يقولنا أكثر من 44 لا أقل من 44 يوميا تليق في النهار بلي 43 قريب بعيد بعيد عن تليق حتى علاقة بالأسرة رسمية ليه تليق حادث 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 حوادث لا لا مش حوادث برافو علولو حرائق حسب الإدارة الفرعية للدراسات بالإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية تم تسجيل 16021 حريق سنة 2021 بمعدل 44 حريقا يوميا 16021 حريق في 2021 معناتها على 365 يوم قديش اللعبة صح كويس حضرها علي يجي يشارك معنا يربح علي حضر الكويز ليه مستحيل هذا اتهامات معناتها كتب عام سابق للنقابة متاع أولاد المدى نعرف لؤي 44 يوميا حريق يوميا بمعدل معناتها 44 حريق يوميا كبير برشا النوع هو كبير ما الحقيقة الحرائق اللي يمكن نفكروها نحن تونس خاصة الحرائق اللي في الغابات اللي تصير لنا كل سيف من الرزمو ولا الحرائق اللي في العيد زاد اللي جات واللي صارت معها موجة وي. خلينا نقول متاع شكوك على انه فما ناس وراء الحرائق هذه ولكن فعل. من اكثر حاجات انا حقيقة اللي تغيظني خاطر كنت مشارك في 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 حملة سرطان ماما وانه الحرائق اللي تصيروا في الغابات والناس اللي تتعب باش عاود تغرس الاشجار اللي في الغابات وتعاود تصير حرائق اخرى واكيد وقت جيت بريود نعرفش السيف اللي فات تحكي برشا على كانه فما لوبيات ولا فما ناس اللي تحرق للغابات باش تستغل الاراضي هذيك في حاجات اخرى في مشاريع باش تبدل الصبغه نتاعها وكل شيء ولكن على الاقل على الاقل الحقيقه نمنعوا الغابات نتاعنا وجاي السيف اللي هو سخون ما نطيشوش اي حاجه تنجم تتسبب في حريق على خاطر حتى من هكا عرف وقيد ينجم يرحل غابة بكلها حتى اكزيز حالة وعي راهي ايه اما فما برشا شكوك راهي ما معناتها منطقية جدا لو كان نرجع احنا الاحصائيات او هذي نرجع 10 سنين التالي طبعا نلقاوش نفس المعدلة فهمت تقولي 10 سنين التالي ما فماش السخانة اللي نعيشوها التوز فما منهم عام بالحق وقتها بورقيبه خرج وقرروا يلزمكم تفطروا اي بالحق منه معام بورقيبه خرج فكر انت لا وقت امي تحكي لي دونك خرج بد مثل هو قالوا 10 سنين الاخر قالوا بورقيبه خرج قال شقوا افطاركم في العصر مش في المغرب فجاه يعني تولي غابتنا ما في حرائق معناتها يوميه وكذا شيء يدعو للريبه انا التو فهمت كيفاش خبر نتاع الحرائق وصل به البورقيبه قال شقوا الفطر شقوا افطاركم في العصر فما قلت سخانه انت قلت شوف معاه انت انا راني ما عادش النجم انا ما عادش حل يتفرمت يتفلاشا ويتعاود تهبط صفت جديد اكهو يلا السؤال الثاني امراه بريطانيه تزور يوميا مترو انفاق المترو يعني في لندن حسب رايكم علاش قبلتيش باش توكل قطوسه الحكايه محلاها عندك امراه بريطانيه كنت تفرجت في فيلم اتشي تفرجت عليه اتشي اتشي فيلم اتشي تشبه له شويه الحكي عطس هذا ما تفرجت في اتشي باللونجيش ني أتشي أتشي ليه خاطر ما عنيش منهم لا بقى أتشي لك صوت تبدي أتشي يلا حسب رأيكم عليش مرأة بريطانية تزور أنفاق المترو يوميا عليش حسب أتوكل إزاز دي اف لا من 2017 المرأة ذي تزور يوميا مترو أنفاق المترو في لندن وتقعد بالساعات تستنى في شكون لا اش فما في المترو سك في المترو اش فما صوت يقول المترو راهو جاي وكل شيء هي تقعد بالساعات باش تسمع صوت راجلها المسجل في التنبيهات والارشادات في المترو لانه راجلها متوفى اي جاب ربي واحد كان مشي يمشي شو يقول للزيت يا مدام ولكن نوع من 2007 نوع من انواع الحب والحنين والحنين ذكر رجل يعني تعبوا فيه يبعثوا لها المدام يبعثوا لها سي دي ولا حاجه ولا فلاش سامبليزير شوف وين صب صوته سيد اللي متعاقدين معناتها البوات اللي تخدم معاهم هزيتوها غادي هزيتوها غادي هي فيها مدعى انها تخرج تقعد في المترو فسر لك ما هو باش فسر لك الحكايه تمشي المترو خاطر الصوت حاجة في المترو هي حاجه مزيانه وتنجم تفتح روحها وتحطها بوكل في الدار خاطر هو وقت اللي صب ما نعرفوا كل تصب وتعرف تصب في استوديو راك
فهمت ما عندك حتى علاقه بالمترو معناتها كان صاب بالبلديه ولا كان صاب بالبوسطه شبيك رقم تمشي البوسطه تعيش فيها هو لو احقق الحق تهبط لما المترو الانفاق تاع لندن زاد ترتاح ما عندك حتى مشكله برو نسيت مش سانك صحيح خذ راحتك انت في بالك على الباساج لا لا ما مش غاد يلا السؤال الثاني سايب باب سايب باب تجي امتى تصبح ريح هذا سؤال يخص راجع لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في مصر شنو دعاء الأزهر؟ ماشي عارس لا هذيك فما حاجة جديدة حاجة باهية وزي حاجة باهية برشا كان تجي في تونس خويا الأزهر قاعد يعني لتسكنوا إليها هذي هي عنوان المشروع ما عادش يصرفوا ماش يصرفوا برشا ولا ما يفوتوش كوتا معينه في العرس في المصرف لا ما عادش يصرفوا راك قربت برشا يتنحى الزيز ويتنحى المهر المهر برافو 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 يرحم والدي هي التقليل في الهدايا المتبادله ما بينات الرجل والمراه تقصير الموسم معنا اي الموسم والمهر والواحد هذا خاطر ولا يقصروا في فتره الخطوبه ما يقعدوش برشا مخطوبين 8 سنين وتاجيل اذا يمكن تاجيل الاثاث وإلغاء جلسة التصوير حتى الفوتوغراف يحب يقطع له خطوط وإلغاء شهر العسل الأزهر هذا يضرب مشاكل لز برشا فما أربعة معارسين في البلاتو الزوز اللي ما يكونش معارسين أنا هي الحاجة اللي ما تتخليش عليها راجع في هذا ما كل شهر العسل في العرس ككل شنو الحاجة اللي العرس تصحح معنا الخالي كان صحيح تخربيشه في الأمه شوف معناتها البرين ستورمينج اللي عملوه وقعدوا معناتها المشيخه بتاع الازهر وحطوا القائمه بتاع العرس قدامهم هيا شن نحيه وشن نخليه الكتروميناجي ليه بشي تعذبوا في كردان الصابون نحي كذيز العفش عاملين كومباني كامله راهو يعني بعثين يعني ناس تلافز وكل شيء وبرشا برشا مصاريف الحقيقه علولو شنو الحاجه اللي ما تتخليش عليها في العرس شهر العسل شهر العسل شهر امور فواياجيت ما يفدلكش يموت على الفواياجي يا ولدي اما من شير يقول لك ما تعرسش ومن بعد يقول لك نقص مو يحب لا هو ما تعرسش يحكي على تعدد الزوجي قال لك ليه ما تعرفش على تعدد الزوجي وقت ما تعرفش اذا ما عندكش فلوس ما تعرفش اذا انت ماكش قادر باش تعمل دار وتعيش اي ديما ناس قادرين ما قال لك احنا خويا نبسطها باش العباد الشباب ينجحوا علاش ينقصوا في فتره الخطوبه ما عجبتنيش باش ما يصرفوش فما عندهم لا يا لؤي ما نعرفش شاترني الراي ولا اما الجينيراسيون الاخرانيه هذيا نتاع توا سعيد ما عاشوش فتره خطوبه والتكاليف العرس ما تكلفش كما كنت قبل تصنع واحد تصرف درقة دي باش ودي تتكلف اكثر مني قبل ايه انت معرس مرتين يا سويل الرابع سويل الرابع يقول من هو الملك الذي لقب ب ملك الشمس لغوا سولي كلكم تعرفوا الحكايه ندور خويا ايه انا الثقه في النفس اللي عندك انه كلنا نعرفوها والله انا متاكد الكل تعرفوها الحقيقه شكون يعرف لغوا سولي لغوا سولي فرنساوي لو فيتون امبوسيبل لا امبوسيبل كون قنواتي شوف معاه انت بحذاك شنو قال قلت له شكون الملك الذي لقب بملك الشمس قلت له راهو ملك فرنساوي لو روا سولي قال لي لوي فيتون راهو ما عادش النجم هو لوي عندك الحق لا الرابع عشر الخامس عشر الرابع عشر برافو لويس الرابع عشر ملك فرنسا لوي 14 اللي عنده زهيز بس علاش تلقب بالرسمي لو روا سولي علاش تلقب بالروا سولي والله الحقيقه ما نحبش نعطي معلومه خرجنا بوب ورجعنا بالمعلومه اي نخرجوا بوبليسيتي في سافيسا ونرجعوا بالمعلومه هو لو روا اللي تقص راسه معناتها اللي علي يربح علي يربح لا علي ما انت علي يربح علي ما تكلم مره برك ربح وربح سؤال ويجاوب عليه هو نعرف اللي هو الملك اللي قصوا له راسه شوف علاش سولي اتون شوفوا علاش سولي توت سويت في البيب وراجعين معاكم ولاد مدام حتى نصنا دوبي على اي اف ام احلى راديو العشرة وتسعة وأربعين دقيقة ليفي محلى راديو مكملين معكم ولاد المدام حتى لنص النهار لوتون يبدأ ماتش تونس والجابون نهائي تونس والجابون يجي بحذنا أمين غلانزا باش نتابعوا الماتش كنا نحكيه على لغوا سولي لوي كاتورز علاش
اسمه لغوا سولي اللي حسب راو السيت نتاع شاتو دو فيرساي اللي السيت نتاع شاتو دو فيرساي يقول لك ملقب باللغوا سولي لانه ابولون ديو دو لا بي اي دي زار سي اوسي لاستر كي دون في ا توت شوز هذيك علاش هو انت ترجم لوي لوي لغوا سولي خاطر لوي 14 في الامبليم تاعو كل روا يختار امبليم هو الى شوازي لابولون يعني اللي هو ديو دو لا بي اي دي زار وذاك علاش يلقب بلغوا سولي هذا حسب السيت نتاع شاتو فيرساي شاتو فيرساي السيت تاع شاتو فيرساي تلقاو فيه برشا معلومات على الملوك اللي حكمت في فرنسا يلا توت سويت رسميات مع لؤي رسميات أي سيدك يا بسيدك صحري أنت يمكن من أكثر الناس أنت وراجح تتبعوا في الحكاية وي. اللي هي الانتخابات التشريعية في فرنسا اللي قاعدة تصير واللي نهار حد الجاي باش تكون دوزيام تور اللي باش تحدد فيها المشهد التشريعي في فرنسا واللي هو قريب قريب برشا. أولا خلينا نبدأ ونقوله وأنه الانتخابات ذي يمكن من أقل الانتخابات اللي شاركوا فيها الفرنسيس بنسبة 47.5% اللي تسمى ضعيفة على الأخر. يقول لك الفرنسيس أبارامو شافوا الدنيا مشمسة وكل شيء قال لك أنا انتخابات يا غالي برا خلينا نشوف أموري نمشي نعمل ويكاند ولا نعمل محواسة خير من اللي أني نمشي ننتخب للأسف. ولا ذاك هي من أضعف نسب الانتخابات اللي أي من أضعف نسب المشاركة اللي صارت. والعركة الكبيرة ما بين خلينا نقوله دو كواليسيون كبار اللي هو اليمين ولا خلينا نقول الوسط وكيف كيف اليسار بقيادة ميلانشون ما بين نوفيل اونيون بوبولير ايكولوجيك اي سوسيال نوب ونقاو زادا الكواليسيون بريزيدنسيال تاع ماكرون والنتائج قريبة برشا وين نلقاو 25.75% للكواليسيون بريزيدنسيال ونلقاو 25.66% للكواليسيون تاع اليسار. الحاجة اللي تخلي العركة يمكن ماكرون يتقلع على خاطر وعد برشا إصلاحات في الانتخابات اللي فاتت وخاصة في الليديبا قبل الانتخابات منها يمكن إصلاحات اقتصادية وخاصة الترفيع في سن التقاعد 65 سنة وقت اللي اليسار يقول لي باش نطيحوا خلينا نقولوا في سن التقاعد حتى يكشي 62 سنة وذي العركة الأساسية في فرنسا كيف كيف اليسار اللي يوعد برشا حلول اقتصادية منها تشغيل الناس وتوفير خلينا نقولوا مليون موطن شغل. علاش الانتخابات هذه مهمة برشا في فرنسا على خاطر كيف ما قلت فانه ماكرون ما ينجمش يعدي لي ريفورم نتاعو ما غير ما تكون عنده ماجوريتي في البرلمان. باش نشوفوا اسكو فما كوابيتاسيون ولا هذا باش نشوفوا كان فما تحالفات ضد ماكرون على خاطر لي بروجيكسيون يقولوا انه ينجم ماكرون يهز من خلينا نقولوا 270 كرسي حتى يكشي 300 بون سلون قاعده تتبدل المعطيات ولكن لازم على الاقل يجيب 289 كرسي باش يكون عنده الماجوريتي من 577 وهذه الحاجه اللي باش تخلي نهار لحد الجاي يمكن مصيري وينجم يكون حتى تاريخي بارابور شنو قاعد يتبدل في المشهد السياسي الفرنسي مع طلوع الكوليسيون جديدة الجبهة جديدة والاتحاد الشعبي خلينا نقوله جديد بقيادة جون لوك ميلانشون اللي كان قريب برشا في الانتخابات الفرنساوية اللي فاتت كان الثالث وكان قريب وكان يمكن جبد شريحة عمرية اللي هي صغيرة وهم أكثر الناس اللي صوتوله واللي توقعات يمكن تصير في الانتخابات الجاية وانه ينجم جون لوك ميلانشون كان يعاود يترشح فانه ينجم يهز الانتخابات. حاجة اخرى كان صارت الكواليسيون هذية قبل الانتخابات الرئيسية راه كنا نجمو نشوفو ميلانشون رئيس فرنسا على الاقل نضمو في الدوزيام تور لانه الكواليسيون صارت بعد ما هو خسر الانتخابات اكزاكتومون وانه كانت فما تفرقة كبيرة وبرشا ديفوت خسرهم ميلانشون من عند اصدقاء في اليسار اللي تفتفوا من البلوك الكتورال نتاعو والحاجة كيف ما قلت انت اللي كانت تنجم تخلطوا للدوزيام تور مرتاح على الاخر ولكن
جبهة اللي تاريخية زادة انها ترجع في فرنسا انه اليسار كي يتلم اني ديت مش تاريخية لانه عمرها لا صارت بالطريقة هذه وين ليزيكولوجيست والقوش الكل تتحط مع بعضها فرد وعلى ذاك ماكرون كيف ما قلت باش يلقى ديفيكولتي كبيرة برشا كان يخسر خلينا نقول الماجوريتي نتاعو في الانتخابات هذيا وفي المجلس التشريعي. الحاجه اللي باش تخلي المندام نتاعو تكون من اصعب لي موندا على خاطر ماهوش باش ينجم يعدي الاصلاحات اللي حاجته بها وكيكا لازم يعمل دي كونسيسيون واكيد لازم يعمل تحالفات جديده والا يعمل تفاوض يدخل فيه تفاوض كبير مع دي بلوك اخرين باش ينجم خلينا نقولوا يغارونتي الماجوريتي نتاعو. هل هي نهاية اليمين في فرنسا؟ لأنه نحكيه على لفام تاع الدروات لأنه لي ريبوبليكان اللي هما الدروات الصحيحة 10.4 في البرومي تور ذا لأول مرة في التاريخ متاحهم في البارتي متاحهم يوصلوا للسكور هذي والإكستريم دروات هي مارين لوبين باش نفسروا للعبيد أكثر الفرون ناسيونال ولا لو راسومبلمون ناسيونال ب 18.7 قريب يتسمى من قريب من نوب و انسمبل اللي هما لي بارتي نتاع ماكرون نتاع ميلانشون. هل هي نهايه اليمين باللي توندونس اللي شفناها في الانتخابات الرئاسيه وكيفاش خاصه لي كاتيجوري داج كيفاش مشاو نوعا ما مع اليسار؟ نهايه اليمين راهو مرتبط برشا زاده باوروبا ماهوش مرتبط بفرنسا بركة، ولكن بالاتفاقيه اللي حكينا عليها البارح فيما يتعلق خلينا نقولوا بالهجره فهذا مؤشر من المؤشرات وانه فرنسا نوعا ما تجبد على اليسار اكثر من اللي تجبد على اليمين على خاطر في الانتخابات اللي فاتوا كل مارين لوبين ما نجمتش انها توصل للربح وضغطة تصحيح اليمين ضغط على سياسات معينة فيما يتعلق بالهجرة، ولكن نوعا ما بالمجلس التشريعي اللي نجم يتكون ينجم توندونس تتبدل برشا خاصة في التشريعات وخاصة في السياسات تاع فرنسا. معقدة السياسة في فرنسا ما مزينة برشا كتبعها وترح سخون ترح سخون عبيدة عن بوليتيك عندها برشا سنين سنين المنظومة السياسية في فرنسا ريكزة عندها سنين كبيرة ممسي ضعضع السنة نشوف في الانتخابات المشاركة خاصة نسبة المشاركة اللي ماهيش طيب. أما الفرنساوي ملم بالحياة السياسية متاع بلاده علاش أمبليكي لها الدرجة لانه سنين زاد راجع بخلاف اللي سنين يوسف وذي اللي حكينا فيه قبل وقلت لك يظهر لي معناتها بعاد ياسر فيه واللي ما عندناش منه براتيكمون اللي نحكيه على مشاريع نحكيه على دي بروجي دو لوا على دي ريفورم معناتها اليوم كل واحد وحاطت معناتها ليزاكس داميوراسيون بالنسبه لي هو بالنسبة للتمشي بتاعه وشنو اللي يشوف معناتها الدوله في البروجيكسيون بتاع الخمسه سنين اللي جايين ولا الست سنين اللي جايين انت نحكيه على سنة التقاعد نحكيه على الفوم تعليك السوسيو نحكيه على كذا معناتها هو علاش يخلي الشعب امبليكي بالصفة علي انسي دانتيفي للحاجة هذية وإلا لا كان اي راني معك اللي راني معارض وراني مع البروجي اللي مقابل دونك اذية هو علاش اليوم تخلي اكل نقول احنا ورغم اللي فما نسبة عزوف كبيرة ياسر هنا كبيرة سنة 52 سيزون استيفال وتعرف انت معناتها في عادة الفرنسيسي ما يقعدوش في فرنسا معناتها في السيزون هذية وفي الفاكونس وكذا يخرجوا ولكن اللي مشاركين عارفين علاش مشاركين وعارفين علاش يصوتوا والاحزاب كيف كيف مقدمه مشاريع الحق تجلب الانتباه الجمعه الجايه نحكيوا انا المهم اللي قالوا راجح وذي الفرق الكبير واللي ان شاء الله نخلطوا له نهار من نهارات واللي هي العركه على البرامج يعني تقريبا الانتخابات خاصه انتخابات سنة ولو كان حكينا في سبتمبر البرامج ماهيش ماهيش نحكي لك في فرنسا معناتها لا البرامج نحكي لك ماكرون ربح الانتخابات راهو من غير برنامج نحكي لك وانه فما عركه نتاع افكار نحن مالوروزمون في تونس مازالت العركه نتاع اشخاص في فرنسا حتى لو كان فما هالعركه ذي ولكن نحكيو على راهو دي هكا 0.0 اللي تنجم تبدل ولا تشفتي مشهد تشريعي كامل على حاجات كيف سن التقاعد كيف برشا حاجات اخرين نحكي وزد على 100 سنة ديمقراطية لؤي الدقائق الأولى في مباراة تونس واليابان أول أوكازيون التونس شعرة ماكينة فرجيني سيسي بالرأس يلا باش نتابعوا بعد شوية جوست تصحيح المعلومة عطيتها غلطة سامحوني سادة المستمعين الروا اللي تقص رأسه في فرنسا هو الروا لوي سيز الجيوتين مش لوي كاتورز والمعلومة اللي عطيتها لكم تاع الروا سولي صحيح الحمد لله الحمد لله حاجة صحيح انجي بونجور بونجور شنو أحوالك صافا الحمد لله الميتيو والأخبار رجعين معكم ولاد مدام حتى النص النهار.
بعد شوية مكملين مع المدام وجيها على إي إف إم أحلى راديو.